مشرحين تر شيخ احمد ديب ادن ووش راح نقولها وكيلدا سومالي لان يا عبد الرحمن عبد الله ووش راح نقولها ديغان كي عاصمه ده هرجيسا اي حفيس يعصب كفرتي حافظها بقول يكونتن كي عبا اي مقالده هرجيسا وحنا اوغو هورين با هلكاسي كا هادلي ميد كاميدا تاغيرياشا مشرحين تا مالنتا عود بحينتنا اناد وحا ويان ساو سو بخدان واد عودكينا كوب ستان وحا ويان صندوق عود بحينتا اي لبد مشرح مالنتاس أيابا ليدي كباهي هيل كان هيل لمدة وحن عادي عادي ذي كبرينا يا وحوي عند ذلك إن أنتي إن إيه أنت هداي جريها شوك تبا وحوي إن وعي قليو حفيز كان إنه شقيه وحوي إن هبيني مالين با وحا إنه بلنعة وحوي إن إنه قو مالين تكوبي صدق كمي وحوي إن عد كي نكوب سنة صندوقة قول بان ذي رجيني نادمانتين جيستو دو حال كاسي كهالي مشرح شيخ احمد ديب او شرح انقلها وكيلة دا سومالي لان يا عبد الرحمن عبد الله او شرح انقلها ديغان كي عاصمة دا هرقيساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه آد بان دي سلامي لان يرادا هوين كا قوينيهن كا يو اضياش حافظة هذه آد بان دي سلامي ما شاء الله هذه آد بان دي كمهد علين الناس دا شرفت لي ايه اللي مدى لي ورارتين اللي مدى لي انوسو دويسين اد مركز سبا نو قرب تاقن تهين ان اد بادو ما هدسن تهين ان حافظ نواع حافظ ديرونتي عن تاقير اذا اقوب بادن اي عدود اذا اقوب بادن اينو كهي سنو ان سادة سعوتين وحير باي نو هاري سيدا ما انتا اينو سقوة دن نميد ان اينو عدود دينا ايام حانكو رادا اي عدك اينا ميلي سقوة جينو ان شاء الله تعالى قوش نو ويدو ده هاي ان قول بان نو رجينا يا ان شاء الله وحان الهي لكر رجينا يا اينو قوش اينا سيو ان بإذن الله كريم inaga ree wadani ahaan iyaga rahan labadooda musharax ee wakiiladii deegaanka isku sidkan waxaanu taageerayaasheeda u soo jeedinayna inaynu ilaalino amniga inaynu ilaalino deganaanshaha inaynu dadweynaha iyo xisbiyada kale taageersan iyo taageerayaasha kalena inaynu kula dhaqano anshax iyo akhlaaq wanaagsan taasayno balana ilaa inoo markaas gaadhayno maalinka doorashada maalmo kooban ba haday waxaan idin ka mahadcelinayaa taageerada laxaad kale iyo mugga iyo miisaan kale ee aad noo haysaan waxaan idin ka mahadcelinayaa dadaalkii aadka u mugga dheeraa ee aad muujiseen muddadii waqtigu markaas ololahaynu ku soo jirnay waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala guushii ama dadaalkiinaas inuuna tacab khasaarin ilaahay tabaaraka wa tacaala guushayna gaadhsiiyo maalmo kooban baa hadhay koob iyo soddonka may kadib iyo guul baynu filaynaa aad iyo aadna waad mahadsan tihiin xaafiiskuna saas uu inoogu furan yahay axmed maxamuud ool mm tv hargeysa